السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحبايبي حلوين في مدارس المعارف. من اللغة العربية للصف الأول ابتدائي. النهاردة يا حبايبي حلوين أنا أقص قصة موجهة عن النمل. قولوا ورايا النمل. أول سورة معنا سورة إيه؟ سورة نمل يحمل إيه؟ حب. بيقول لي إيه؟ قال أبي حمل النمل الحب. قال أبي حمل النمل الحب. وتاني سورة معانا سورة ايه؟ سورة نمل يشعر بالحر وحامل الايه؟ الحب. بيقول لي ايه؟ قالت امي حمل النمل الحب في الحر. قالت امي حمل النمل الحب في الحر. السورة اللي بعدها سورة نمل يحمل ايه؟ يحمل رمل. بيقول لي ايه؟ قال أبي حمل النمل الرمل أيضا. قال أبي حمل النمل الرمل أيضا. والسورة اللي بعدها سورة إيه؟ سورة نمل بيحمل إيه؟ لب. بيقول لي إيه؟ قالت أمي وحمل اللب. قالت أمي وحمل اللب. السورة اللي بعدها سورة إيه؟ سورة أم تتحدث إلى ابنها بتقول له إيه؟ قالت أمي أنا أحب النملة. قالت أمي أنا أحب النملة. طب السورة اللي بعدها سورة إيه؟ سورة أب يتحدث إلى ابنه قال له إيه؟ قال أبي أنا أحب النملة أيضا. قال أبي أنا أحب النملة أيضا. وكده يا حبايبي نكون خلصنا من القصة. وتعالوا نأخذ تدريب صغير حول القصة. بيقول لي إيه؟ صلك بالصورة المناسبة. أول كلمة معانا كلمة إيه؟ نمل. أي صورة من الصور بتدل على شطار يا حبايبي حلوين. آخر صورة. طب كلمة لب أي واحدة فيهم؟ شطار يا حبايبي حلوين أول واحدة. طب كلمة رمل؟ شطار يا حبايبي حلوين. بيقول لي إيه؟ رتب الكلمات لتكون جملة. الرمل النمل حملة هتكون جملة إيه؟ شطار يا حبايبي حلوين. حمل النمل الرمل. حمل النمل الرمل. طب اللي بعدها انا النمل احب هتكون جملة ايه؟ نفكر مع بعض. شطار يا حبايبي حلوين. انا احب النمل. انا احب النمل. وكده يا حبايبي حلوين نكون خلصنا من القصة.